السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصابتكم اليوم بعض من الصنابير المباشرة أو غير المباشرة. هذا الصنبور غير مباشر، هو يمتاز بأنه يعطي ما يصل إلى 100 ساتوشي كل ساعة فقط. يعني تقوم بحلل الكابتشا بهذا الشكل، ونعطني 6 ساتوشي، أحيانا توصل ل 100 ساتوشي، حد السحب 2000 ساتوشي. يستغل فرصة الانخفاض ويجمع هذه العملة. صنبور آخر ولكن بنفس الطريقة، ليس مباشر. هنا بإمكاني الجمع من عدة طرق، وأهم طريقة هي الصنبور اللي هو المؤقت، فقط ضغطة واحدة هكذا ريد كليم. هنا أحيانا تقول كابتشا وأحيانا لا تقول. هنا زيزو وهنا الصفصف يعطيك نقاط. هنا الضغطة الأخيرة تجمع النقاط، ثم تقوم بسحبها على أي عملة لأكثر من تقريبا، هنا لو قمت بالسحب لأكثر من 30 عملة، عفوا لأكثر من 10 عملات، بإمكانك سحب ما تريد. هنا ويذرو بعد 500 نقطة تقوم بالسحب على أي عملة تريد. تمام، استغل أقل عملة نزلت ثم اسحب عليها. بإمكانك السحب على الترون أو البيتكوين أو البيتكوين كاش أو غيرها، أو البي تي تي وهي الأفضل، وهكذا. هنا آخر صنبور آخر، بإمكانك إضافة الصنبور هنا من تأخذ الرابط الخاص بك بالترون من هنا من فوست باي. وحاول جمع الفيورا. الفيورا هنا سأترك لكم الروابط الخاصة بعملة الفيورا في المدونة. هذا كلها من أفضل الصنابير الموجودة التي اشتغلت عليها. هناك سبع عملات رقمية بالكامل اللي هي الصنابير. هذه الصنابير كلها ممتازة. هنا بالنسبة للفيورا وأرباح ممتازة جدا، وهنا البيتكوين، وهنا بعض العملات الأخرى. هذه الصنابير هي مجرد أن تقوم بلصق، ستطلع لك بعض الروابط، تخطاها أو حاول أن تخرج منها. هنا بإمكانك ربح 100% فوق المبلغ الذي سيعطيك هنا، الذي يكون لك هو خلال 7 ثواني. نكست. حل الكابتشا فقط، ثم ثم تنتظر 10 ثواني فقط. ثم جيت لينك، هذا بس فقط لمضاعفة الرصيد الذي سيعطيك اياه. هنا تعيد لصق الرابط الخاص بك، عفوا العنوان الخاص بك بالترون، ثم تقوم مباشرة هنا بالضغط على كليم، هنا لوجن بهذا الشكل. ثم حل الكابتشا الأخيرة. أحيانا لا يعطيك كابتشا، وأحيانا يعطي لك كابتشا. هنا الشاحنة، هذه كل الشواحن. تمام بهذا الشكل.
سيكون معنا فيديو قادم إن شاء الله مقارنة بين جمع الدولار وجمع الصنابير. هنا تقوم بحل الكابتشات 2 اللي هي عبارة عن 8 ناقص 6، هنا 6 وهنا 8 اللي هو العدد المساوي له، وهنا 9 ثم كلين. وبالتالي أعطاك هنا ضاعف لك العدد 612، ولو أنه قليل إلا أنه مريح نوعا ما. ثم تعيد الطريقة، وهنا حتترك لكم بعض الصنابير الأخرى بهذا الشكل، يكون قد وصلت هكذا السحفوري إلى المحفظة، وهنا وصلتنا مباشرة هنا كما تلاحظون، هذه هي التي ار اكس المباشرة. إذن هي عادة الصنابير تكون هنا. صنبور آخر مهم وهو غير مباشر، وهو هذا الصنبور. تمام، بإمكانك هنا شوفوا كم المبالغ التي تستحصل عليها بكل ضغطة، ما يصل إلى 2.3 وأحيانا 4 وأحيانا 7 وأحيانا غيرها. وهنا الطريقة الثانية، الإعلانات الثانية، وهنا إذا أردت مشاهدة الفيديو، وهنا الأوفرز وهي الأهم إذا كنت تستطيع إكمال العروض، وهنا صنبور لعدة عملات بإمكانك استخدامه والضغط عليها من هنا. مثلا كليم إذا أردت الدوج كوين بهذا الشكل كليم، ثم تكمل بقية المهام بدون روابط مختصرة بدون أي شيء. هذه ميزة الموقع، إنه من أفضل المواقع بهذا الشكل. تنتظر حتى تحل الكابتشا فقط، ولكن صنبور غير مباشر. ثم كليم. إذا أعطاك هنا هذا المبلغ، هو مبلغ كبير. ثم تختار غيرها من الصنابير، مسموح لك في اليوم 3 صنابير. وأخيرا أنا قمت بإحاطة هنا جميع الصنابير، إن شاء الله تستفيدوا من الكل. هذا برضو صنبور بيت باء، صنبور مهم. وأحيانا يعطيكم معدلات عالية من البيتكوين، يعني يصل أحيانا في الضغطة إلى 27 ساتوشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.